كلمات الشاعر فيصل الثبيتي، أداء برق الحجاز عبد العزيز الثبيتي. يا مرحبا باسم الودايين وانزيد الترحيب، يا مرحبا يا ضيف بحلة العيال مسعود، لا ضيف من زال ولا ضيف من علب المشاريب، ومطيبه بالعود الأزرق وهو من خالص العود. حرف القصيدة مستعد وهو مضرب المطيح اللي تصالي هاي دينا، ومن العجز تفوق أجل عبيد الله يشوش الراس والهجس يبيع ما على كبد السماء ولا عشانة بالقبور، ابن مبروك مثل طويق ما تخلف صلب الريح كانوا يكدر خاطرك رمحي ترى بالجنة حور، بعض الهواجس نقبلت بتميله وتشيح شيح بتبلج مهر عادها ويثور كأنه ما يثور، بتبلج مهر عادها ويثور كأنه ما يثور، بعض الهواجس كأنها ما بين مقتول وجريح، أما تجيب شالها وتلطم أمواج البحور ولا تموت وتنقبل بالعز والصايح يصيح، من بعد ما تسم خشوم ودكة تكبر الصدور وع الوفا والطيب من دونه ترانا ما نزيح، نحن هنا ومن الوريد يصير في دمه دهور، بالله علف طيب الرجال وقدرهم ما هو صريح، بالله شكر عون النشام ما هو الرب شكر، الليلة المحفل طرف والهيل فد لا يفيح، والعود الأزرق مندرج ويدور فالح لا يدور، الفرحة اللي ناسها تستاهل أكبر المديح، أهل المكارم والشيم أحرار وعيال الصقور، هذه عوايدنا وحنا خصمنا دايم طريح، أهل الفزوع عند عندنا الرعاد وشيوم الحدود، فرجع ذيب لا بقيت العلم ولسان بصير، إنا ثبيت يا وردنا نجلي العتبة بنور، براد حق ومدها ما هو كمامة شحيح، أهل المواقف واللوازم عندها طوال الشبور، هذا الكلام لا يصح وقتنا غير الصحيح، واللي يشيل الحمل أكيد إنه على حمله صبور، حرف القصيدة مستعد ما هو مضرب المطيح اللي تصالي هاي دينا، ومن العجز تفوق أجل عبيد الله يشوش الراس والهجس يبيع ما على كبد السماء ولا عشانة بالقبور، ابن مبروك مثل طويق ما تخلف صلب الريح كانوا يكدر خاطرك رمحي ترى بالجنة حور، بعض الهواجس نقبلت بتميله وتشيح شيح بتبلج مهر عادها ويثور كأنه ما يثور، بتبلج مهر عادها ويثور كأنه ما يثور، بعض الهواجس كأنها ما بين مقتول وجريح، أما تجيب شالها وتلطم أمواج البحور ولا تموت وتنقبل بالعز والصايح يصيح، من بعد ما تسم خشوم ودكة تكبر الصدور وع الوفا والطيب من دونه ترانا ما نزيح، نحن هنا ومن الوريد يصير في دمه دهور، بالله علف طيب الرجال وقدرهم ما هو
أداء برق الحجاز عبد العزيز الثبيتي. يا مرحبا اسمع الوداعين وانزل التراحيل، يا مرحبا يا ضيف بحال من علم المشاريب ونطيب بالعود الازرق وهم الخاص كلمات الشاعر فيصل الثبيتي أداء برق الحجاز عبد العزيز الثبيتي. يا مرحبا باسم الوداعين وانزيد التراحيب، يا مرحبا يا ضيف بحال
الطيف من زال ولا الضيف من عذب المشارب ومطيبه بالعود الأزرق وهو من خالص العود حرف القصيدة مستعد والحزب غطى جباله وليدعو
الله والنعم بكم يا ثبيت على الوفا وعلى العذاب وحنا الليل اللي تجمل بالواسم كل قاله وليان وانا علم نمشي باع على الحيوت ليلة سلام تسليم الوفا لنا الوفا وليل الغالة عدد هم السحاب اللي تنشل لو غزير من المناشي وانحسب غطى جبالة وليدعون أصحابنا كنا على العلم الجميل والثاني يا مبروك من مبروك وتنرم سبالة والنعم بكم يا ثبيت على الوفا وعلى العدالة وحنا مليان وانا علم نمشي باع على رايو دليل يا مرحبا رحمة الغام الهجنسي قوة جزالة وعدد من صم الشهر وفضل على شوق خلالة حنا نعلم الطيب العراف ونوسع مجالة الله يحييكم على التكميل والعلم الحزين الله يبارك في يدي الطيب يا العراف الله يبارك في يدي الطيب يعرف من جماله انتم رجال الطيب والتكميل ما فيها محالا مرحبا الله يحييكم يا جبيرة إليه الله يحييكم
والشام والجنوب. سلام تسلم الوفا ومن القلوب يا القلوب والوافي يا حياكم الله. يا جماعة الجميع الله يحييكم بالجميع. يا مرحبا حياكم الله. يا مرحبا حياكم الله. يا مرحبا الله يحييكم. الله يحييكم. الله يحييكم. الله يحييكم. يا مرحبا الله سلامي على أهل العز والهيبة ربعنا الليل هم بصر
صدر مزاني الوفا عد صافت المشايبه والتهاني للمبروك تصالي يا سلامي على اهل العز والهيبه ربعنا اللي لهم في الصدر مزاني الوفا عد صافت المشايبه والتهاني مبروك تصالي يا سلامي على أهل العز والهيبة ربعنا ليلهم بصدر من زالي الوفا عد صافت مشاريبة والتهاني لبن مبروك تصالي يا سلامي على أهل العز والهيبة ربعنا ليلهم بصدر من زالي الوفا عد صافت يا سلامي على أهل العز والهيبة ربعنا ليلهم بصدر من زاري الوفا عد صافت المشاريبة والتهاني لبن مبروك تصالي يا سلامي على أهل العز والهيبة ربعنا ليلهم بصدر من زاري الوفا عد صافت المشاريبة والتهاني مبروك تصالي يا سلامي على أهل العز والهيبة ربعنا ليلهم بصدر من جالي مرحبا مرحبا والعود من طيبه من ضمير يوفي كل مكيالي مرحبا مرحبا والعود من طيبه من ضمير مشاريبه والتهاني لبن مبروك تصبالي مرحبا مرحبا والعود من طيبه من ضمير يوفي كل مكيالي من يمر الحرام يروح يزور يا طيبه يا محل الوفا والطيب من زالي يلا حيهم يلا حيهم
الله حيهم. حياكم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، أيها الحفل الكريم، نحييكم بتحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المساء الكريم والمكان الطيب مع هذا الجمع المبارك من مشائخ القبائل ورجال الأعمال ورجال العلم والأدب والأعلام والزملاء، نرفع آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وللأسرة المالكة الكريمة بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. ثانيا، نرحب بكم أجمل ترحيب بمناسبة زفاف الشيخ عبيد الله بن مبروك الثبيتي، ونقول له كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكم في خير. ونسأل الله جل وعلا أن يغمر قلوبهما بالسعادة والإلفة والحياة الزوجية الكريمة. أيها الحفل الكريم، خير بداية لكل بداية آي من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الشيخ مطلق بن حميد الثبيتي، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت
الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه أيها الجمع المبارك، الجميع يتطلع لكلمة أهل الحفل يقدمها نيابة عنهم الشيخ عيد بن مبروك الثبيتي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ضيوفنا الأكارم، حفلنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، حياكم الله. تردد من الأعماق على لسان العريس وعلى لسان إخوة العريس وعلى لسان كل رجل من القبيلة في هذه المناسبة السعيدة، مناسبة زواج أخوكم الشيخ عبيد الله مبروك الثبيتي، سائلين الله العلي القدير أن يتم عليه نعمة البركة في هذه الليلة المباركة في عرسه هذه الليلة التي كما نشكر جميع من تقدم لنا في هذه الليلة وشرفنا وأبهجنا وأفرحنا وقدم إلى هذا المكان لكي يزف لنا التبريكات ويعطر لنا الكلمات بهذه المناسبة الطيبة. ونرجو من الله عز وجل أن يتم علينا وعليهم النعم ويدفع عنا وعنهم النقم وأن يحفظ أمننا واستقرارنا وهيبة هذا البلاد المقدسة وأن يجعلها دوما منارة للإشعاع ومنارة للعز في ظل القيادة الرشيدة، وإن القيادة قيادة حكيمة مسددة. ونرجو من الله عز وجل أن يهيئ لها البطانة الصالحة التي تعينها على الحق وواجب المواطن اتجاه الوطن، الوقوف صفا واحدا مع الدولة أعزها الله في السراء والضراء، والبعد عن الأفكار المنحرفة والتصدي لوسائل الإعلام الهدامة والمغرضة التي تستهدف أمن بلادنا الغالية. ومن واجبات شيوخ القبائل والأباء التوجيه والنصح للأبناء وتوجيههم التوجيه السليم وتعريفهم بمخاطر الانحرافات الفكرية التي تستهدفهم بالدرجة الأولى وحثهم على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والمحافظة على أمن هذا الوطن الغالي حباه الله وحفظه من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وسدد الخطى، وكل عام وأنتم بخير. أيها الحفل الكريم، نتطلع الآن إلى كلمة شيخ خامس الودائين الشيخ عبيد بن سالم الثبيتي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة التي جمعتنا بهذه الوجيهة النيرة وجميع من شاركنا ومن حضر حفلنا ولبى دعوانا، فنقول مرحبا، حياكم الله، ترحيب بالجميع اللي من قبيل تثبته واللي من خارج قبيل تثبته، وعوانينا هذيل اللي حضروا قبل شوية معنا على حداية، وعوانينا أثبته الفقهة، الله يحيي الجميع. وخير الكلام ما قل وأدل، وحضوركم الليلة ما هو إلا طيب منكم، لأن الشاعر يقول الطيب لا تستغربه من هل الطيب، اللي لهم في الطيب منهج وخبرة، أوسع على الأجواد من فيضة الشعيب، وضيق على الأنذال من ثقب الإبرة. والله يحييكم، وخير الكلام ما قل وأدل، حياكم الله.
شكرا للشيخ عبيد على هذه الكلمة الطيبة والضافية. أخواني الضيوف، من لديه مشاركة لا يمنع أن يتقدم بتسجيل اسمه حتى يتم إدراجه ضمن برنامج الحفل. أيها الحفل الكريم، نتطلع الآن إلى قصيدة شعرية من شاعر مخضرم، شاعر الجيلين، الشاعر إهلال ابن غافل الثبيتي، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه المناسبة السعيدة نقول كما قال الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام: بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. فأبيات من الشعر أقول: وابدأ بذكر الله قبل قاف نبنيه، حتى القصيدة يرتفع مستواها، يا قصر شامخ كاسب المجد راعيه، نار بعلم وصف سهيل بسماها، سلام تسليم الوفاء في معانيه، واجب رجال بان جزل معناها، والحر مرقابه بعالي مباديه، وانهدت الأحرار جابت عشاها، منهم عبيد الله تزوج وهنيه، على عدود صافية العذب ماها، مبروك فرحة خالة هنا ابن أخيه، فرحة محب ما يدور جزاها، ألا من المولى على الله مساعيه، يلا تهيل كل نفس مناها، زرع زرع مبروك بان الثمريه، شجرة وفا يا سعد من هو نصاها، مرحوم يا عود مشيد مبانيه، ما خاب ظنه بالقصور وبناها، للحرب حرب وللقضاء فيه قضيه، توجد على الحروة وتاصل وراها، لا شك تتعم من بعيدها قويه، يارد على 90 قامه رشاها، عينا وعين وعين ماني بناسيه، عينا وعين وعين ماني بناسيه، وامشي على الأقدام أبكسب رضاها، تنخى هلال وما قفل حفل ناصيه، يا عيد لا تنخى القلوب الهواها، والله يا الغالي ولو غلي لشريه، ربعي ثبيت أموت مشقر عصاها، وشيوخ العتيبة على من يخفيه، ذبحت الحايل وتلطم عداها، قلت هو في كل دار موجود حاميه، أهل الوفا لا شك تحمي حماها، واختامها يا الله ستر تضفيه وعيونه من حاسد يجيها عماها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظ الله وجهك. الله يعطيك العافية، موقف مشرف وانت مشرف. شكرا لشاعرنا على هذه القصيدة التي احتوت على جميع الجوانب ومثلت القبيلة، ولا نقول لها إلا بيض الله وجهك أنت وربعك. حفلنا الكريم، نتطلع الآن إلى كلمة الأستاذ مطر ابن خلف الثبيتي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسرني ويسعدني أن أقف أمامكم مباركا ومهنيا للشيخ عبيد الله بن مبروك الثبيتي بمناسبة زواجه، وأقول له: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وموضوعنا في هذه الأمسية هو مولد النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في اختصاص الشام وقصوره بالإضاءة عند مولد النبي صلى الله عليه وسلم وظهوره. عن أبي أمامة قال: قيل: يا رسول الله، ما كان بدء أمركم؟ قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى عليهم السلام، ورأت أمي كأنما خرج منها شيء أضاءت له قصور الشام، وفي رواية: ورأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. عن العرباض بن ساري السلمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين،
وأن آدم لم ينجدل في طينته، وسوف أنبئكم بتاويل ذلك. دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى قومه ورؤيا أمي التي رأت حين وضعت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، وكذلك يرى أمهات النبيين صلى الله عليه وسلم. عن أبي مريم الكندي قال: أقبل أعرابي من بهز حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد عنده حلقة من الناس، فقال: ألا تعلمني شيئا تعلمه وأجهله وينفعني ولا يضرني؟ قال الناس: مه مه، يعني اسكت واجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإنما سأل الرجل ليعلم. ففرجوا له حتى جلس، فقال: أي شيء كان أول من أمر نبوتك؟ قال: أخذ الله عز وجل مني الميثاق كما أخذ من النبيين ميثاقهم، وترى ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذ منهم ميثاقا غليظا، وبشر بي المسيح عيسى بن مريم. ورأت أم رسول الله في منامها أنه خرج من بين رجليها سراج أضاءت لها قصور الشام. عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: يا رسول الله، أخبرنا عن نفسك. قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ابن مريم، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرة من أرض الشام، واسترضعت في بني سعد بن بكر بن هوازن. فبينما أنا مع أخ لي في بهم لنا أتاني رجلان بثياب بياض ومعهما طست من ذهب مملوءا ثلجا، فأضجعاني فشقا بطني، ثم استخرج قلبي فغسله، ثم جعل فيه حكمة وإيمانا. وعن عتبة بن عبد أنه حدثهم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف كان أول بدء شانك يا نبي الله؟ فقال: كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر بن هوازن، وهي حليمة السعدية، فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا، ولم نأخذ معنا زاد، فقلت لأخي: اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا. فذهب أخي ومكثت أنا عند البهم، فأقبل إلي طيران أبيضان كأنهما نسران، فقال أحدهما لصاحبه: هو؟ فقال الآخر: نعم. قال: فأقبل يبتزراني، فأخذاني فبطحاني للقفا، فشقا بطني فاستخرجا قلبي، فشقاه فأخرجا منه علقتين سوداويين، فقال أحدهما لصاحبه: ائتني بماء ثلج، فغسل به جوفي، ثم قال: ائتني بماء برد، فغسل به جوفي والصواب قلبي، ثم قال ائتني بالسكينة، فذرها في قلبي، ثم أطبقه، فقال أحدهما لصاحبه: خطه فخاطه، وختم عليه بخاتم النبوة، فقال إحداهما لصاحبه: خطه فخاطه، وختم عليه بخاتم النبوة، فقال أحدهما لصاحبه: اجعله في كفة، واجعل ألف من أمته في كفة، فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم أن يسقط. فقال أحدهما لصاحبه: لو أن أمته وزنت به لمال بهم أو لرجحهم. ثم انطلقا وتركاني، وفرقت أي خفت خوفا شديدا. ثم انطلقت إلى أمي حليمة من الرضاعة، فأخبرتها بالذي لقيته، فأشفقت علي أن يكون قد ألتبس أو ألبس بي، فقالت: أعيذك بالله. فرحلت بعيرا لها، فحملتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا أمي آمنة، فقالت: قد أديت أمانتي وذمتي، وحدثتها بالذي لقيت، فلم يرعها ذلك، أي لم يخفها، وقالت: إنني رأيت أني
خرج مني أريت أني أنني خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام. وقال عثمان بن أبي العاتكة أن آمنة بنت وهب حين وضعته صلى الله عليه وسلم كفأت عليه برمة حتى تبرع له. قال فوجدت البرمة قد انشقت عن نور أضاءت منه قصور كثيرة من قصور الشام. هذا ما لزم توضيحه عن نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. ولكم تحية أخيكم الأستاذ مطر بن خلف بن سعد الثبيتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ مطر على هذه الكلمة. حفلنا الكريم نتطلع الآن إلى مشاركة من ضيف من ضيوفنا الله يحييه، وهو الشيخ زويد بن زايد العليان، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي هدايا لأصحابي عبد الله وعبيد الله، هديتين مقدمة منا. بيض الله وجهك. وبيض الله وجهك. السلام عليكم. الله يبيض وجهك. خلي بعدين بعدين التكريم. لا لك هدية عندك. بعدين خلي تفضل. شكرا لضيفنا على هذه الهدايا. حفلنا الكريم للشعر مجال وصولة وجولة مع الشباب. الآن ننتظر شاعر ترعرع في بيت الشاعرية أب عن جد، واقترض الشعر وتمكن من زمام الشعر. رحبوا معي بالشاعر القادم، الشاعر ساعد باخت الثبيتي. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله في هذا الليلة، ليالي أعياد وأفراح، وألف مبروك يا أبو سعد، الله يتمم على خير إن شاء الله. يا ليلى لا ليلى لا لا ليلى لا لا يا ليلى لا ليلى لا لا ليلى لا 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 البارحة قمت أطرق البيت بالبيت وهدي وابني بالمعاني مباني مبطي ما وردت الضوامي على هيت وانا لساني فالمواقف حصاني شهرين وانا فالمنابر ما غنيت لا حي لقيته ولا حي جاني ما هو بلا قلة ولا عمري أزريت اللي بغيت الشعر جاء في ثواني والليلة الموقف حداني وحديت عن لازمي ما فيه شيء حداني أبشر يا أبو عدنان أنا فالوعد جيت وانت رفيقي وابن عمي وعاني مطلبك جاهز بعد قمت وتعازويت هذا القصيدة جاهزة من لساني حضرت أرحب بالنيابة ما لثيت
حلت بني عمي ذرايه وماني يا مرحبا مليون يا ضيفي حييت عند الكرام مذبحين السماني وحل الذوي مبروك وفحل الذوي مبروك لا جيت يا وحل الذوي مبروك يا ضيف لين جيت تلقى الشحم والبن الاشقر يماني عيالي عود بالكرم ذا على صيت مبروك بن مسعود درب اليميني راعي كرم راعي شجاعة ما زالت عساه فالجنة عريب المجاني ويا ابو سعد مبروك بالخير مسيت حضر تبارك لك وسوق التهاني عز الله انك بالنسب جت عليت المنسب الاول واذا عز ثاني واختامها باسمي واسم ربعي يثبت حي الله الضيفان قاصي وداني وسلامتكم. بيض الله وجهك على هذه القصيدة. حفلنا الكريم نقف الآن مع شاعر يلعب ويتلاعب بالألفاظ، شاعر تمكن من الشعر من مداخل الشعر وعرف الشعر. رحبوا معي بشاعر الصحراء الشاعر الكبير مسعود ابن سعيد الثبيت. سلمت. مساكم الله بالخير جميعا وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. فلا يسعنا في هذه اللحظة الا ان نزف التهنئة والتبريكات للشيخ عبيد الله مبروك، ونقول له كما قال صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. سلام تسليم يسلم من حضر حفلة ثبيت، تسليمة حلوة كما ذوب العسل مضمونها. جينا لسوق المشترى والبيع واخترت وشريت الغالية فيها الثمن يحظ من يشرونها من يارد العدرتوى وانا من يارد العدرتوى وانا من العدرتويت اغرف من بحور الشعر ما ينتهي مكنونها انحت بيوت من صخر وافخر ليا مني بنيت اغلى القصيدة اللي يشوق السامعين الحونها واكتب حروف من ذهب لأهل الحفل في كل بيت الطيبة من حظهم والطيبة من حظهم الوافية يلقونها واكتب حروف من ذهب لأهل الحفل في كل بيت الطيبة من حظهم والوافية يلقونها مرحوم يا مبروك مثله ما عرفت ولا لقيت مرحوم يا مبروك مثله ما عرفت ولا لقيت الغالي الطائلة من طيب حظه ما يجي من دونها من دون ربعه ما يقول أنا تعبت ولا شقيت يا حضر وقت الثقيلة ارتكى ياهونها وعيال مبروك ونعم إلهم وعيال مبروك ونعم إلهم قدر نصيت من الرجال أهل الفكر القاسي يثنونها نعم الرجل اللي اعتزى ولا اعتزيت به بديت نماس فالمبدأ وللعدوان كحل عيونها أبشر بعزك يا عبيد الله ولك عزوها قويت ربعك حزامك فالمواقف صادقين ظنونها أهل الوفا وأهل الكرم وأهل الشجاعة يا بغيت وقت الملاقة واللقى ربعك عطيب كونها الله يعينك دام فوق الطيب والطيب نويت لولاك غالي حفلتك كيف الجموع يجونها مبروك حفلك يا عبيد الله بالخير اهتنيت جالك أمانة والأمانة في يدي مامونها اللي حضر حفلك دعا ربي وانا مثله دعيت احفظ عبيد الله رب احفظ عبيد الله ونفسه احفظ عبيد الله ونفسه يا كريم تصونها وكل عام وانتم بخير ان شاء الله ومبروك الله يسلمك ومبروك ان شاء الله حفلنا الكريم الهدية
هي عبارة عن سلعة أو منتج أو شيء يمثل أهمية معنوية تقدم لشخص، إما تعبير له عن المحبة أو الاحترام أو خصوصية في المناسبات، ومن ضمن الهدية تكون لها مشاعر حسية في النفس. الآن يتقدم العريس بتقديم هدايا لمن شارك في نجاح هذا الحفل. أول هدايانا إن شاء الله لأنسابنا الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثبيتي. الأستاذ فهد بن عبد الرحمن الثبيتي. تقدم شوي يا ابو محمد، تقدم على اساس الكاميرا، خليك هناك. استاهل. الشاعر هلال ابن غافل الثبيتي. الشاعر مسعود بن سعيد الثبيتي. الشاعر ساعد بن باخت الثبيتي. تستاهل العلم الطيب. الشاعر عبد الله بن جابر الثبيتي. الشيخ زويد بن زايد العلياني. الشيخ معيوض بن دبيان الثبيتي. الشاعر فيصل بن معيوض الثبيتي. الشيخ مرزوق تلبح الثبيتي. الأستاذ عدنان زويد العلياني. الشاعر صالح مبارك السعيدي. الشيخ عبيد بن سالم الثبيتي.
وفي الختام لا نقول وداعا ولكن نقول إلى اللقاء مجددا وكل عام وأنتم بخير. الآن مع فقرات الشيلات. عبد العزيز الثبيتي. يا مرحبا باسم الودايين وانزيد التراحيب. يا مرحبا يا ضيف.
تزوح الدنا وعاد وشوم ذوق I'm
عزيزة بيتي. يا مرحبا باسم الوداع يلينا وانزدت تروحي، يا مرحبا يا ضيف بحلة العيال مسعود، لا طيب من زال ولا الضيف من علب المشارين، ونطيبه بالعود الازرق وهم الخالص العود. حرف القصيده مستعرفه هم مضرب المطيح اللي تصالي هاي ياهو من الاخر تفوق اجل علمك الله يسعدك. حياك الله يحييك. الله يحييك. الله يبقيك ويعافيك. خلاص هنا اقول لك تعال هنا لا لا خليك انا جيت بس عندي لكن انت اشوفك مهنة طيب ومزاحي يدوب القلب قوي بما بين الرجال فروق، لكن انت اشوفك مهنة طيب ومزاحي لا تغير اللحن فيصل يدوب القلب قوي تعال بذيه اسمع اسمع لكن انت اشوفك ولا من بشار الرجل جاء سواق على شارع قم تعال سامي سامي جاك سامي يلا 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 يا ابو موسى يلا يا ابو موسى ترى تعال يا راي ترى الكهرباء من يمكم سلكا محروق ولك والد عم نوده يدور على مداح ولك والد عم نوده يدور على مداح ترى الكهرباء من يمكم سلكها محروق ولك والد يمكم هذه ترى الكهرباء من يمكم سلكها محروق ولك ولا ترى الكهرباء من يمكم سلكها محروق ولك ولا ترى الكهرباء من يهمكم سلكها محروق ولك ولا عمي ولا لمضاح ترى الكهرباء من يهمكم سلكها محروق ولك ولا عمي ترى الكهرباء من يمكم سلكها محروق ولك ونعم من عندنا عيد والأمداح ترى الكهرباء من يمكم سلكها محروق ولك ونعم عندنا عيد الكهرباء من يمكم سلكها محروق
الكهرباء من يامكم تلقى محروق والليل كم سلكا محروق ولك ولا عم عندنا لا 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 ترى الكهرباء من يمكم سلكا محروق ولك ولا عم عندنا لا 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 ترى الكهرباء من يمكم الكهرباء من يامكم سلكها محروق يا ماينك عساها سالي مهما يجيها العوق ولا شفت لون النار من زندك القداح ولا شفت لون يمينك عساها سالي مهما يجيها عوق يا شفت لون النار من عندك القداح يمينك عساها سالي مهما يجيها عوق يا شفت لون النار من عندك القداح مسلم حلو بعد شفت عودي عودكم متبع فاروق بعد شفت عودي عودكم متبع فاروق ليش نادى لي صاحبي عدام اياح لكن نادى لي يا صاحبي عدام اياح بعد شفت عودي عودك متبع فاروق نادى لي يا صاحبي عدام اياح بعد شفت عودي نادلي يا صاحبي دامي بعد شفت عودي عودكم متبع فاروق لكن نادلي يا صاحبي دامي كان نادلي يا صاحبي عدام يا بعد شفت عودي عودكم متبع فاروق لكن نادلي يا صاحبي عدام يا بعد عودي عودكم متبع فاروق لكن نادلي يا صاحبي عدها ميا بعد شفت عودي عودكم من المروق كانت لي يا صاحبي عدها ميا بعد شفت عودي عودكم من المروق جاكم يا حقك هنا يا ام من الاخ لا يا جبت طرق جيب لي يا فتى طارق لا يا جبت طرق جيب لي يا فتى طارق
وين عديت يمك عاد عشرين صياحي وين عديت يمك حال عشرين صياحي لي عجمت لي طريبي ناديت يمك حول عشرين صياحي انا اقول بكره روحي سولف لابو معتوق الله الله يا علمك بعد كتور والشاطر الجراح يا علمك بعد كتور والشاطر الجراح وانا اقول بكره روحي سولف لابو معتوق علمك بالدكتور والشاطر الجراح وانا اقول بكره روحي سولف لابو معتوق وانا اقول للدكتور والشاطر الجراح وانا اقول بكره روحي سولف لابو معتوق وانا اقول بكره روحي سولف لابو معتوق زين يا وانا اقول بكره روحي سولف لابو معتوق وانا اقول بكره روحي وانا اقول بكره روحي سولف والله انتم ما انتم وياها انا جبت لك علما ترى مصدره معذوق وظن الصقر يا راجل يصبح كسير جناح تمسوا على خار والله ما انتم وياه يصبح كسير جناح اي بس خلاص